على إثر نداء استغاثة وارد إلى قاعة عمليات بالجريمة عبر الرقم الأخضر من طرف فتاة قاصر تعرضت للإبعاد والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق من طرف 5 أشخاص. على إثر ذلك تم تحديد موقع الضحية باستعمال التقنيات الحديثة لتحديد المواقع، ليتم توجيه أفراد فرقة عين نويسي مدعمين بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل إلى المكان المحدد، ليتم تحرير الضحية في وقت قياسي وتوجيه وتوقيف المشتبه فيهم مع حج سيارتين استخدمتا في الجريمة. نستغل هذه الفرصة للتأكيد على فعالية الرقم الأخضر، وندعو كل مواطنين لاستخدامه للتبليغ عن الجرائم والاستفسار أو تقديم شكواهم.